بيقول لك يا باشا قص شعرك عشان يطول بسرعه ويبقى تقيل. هل تعلم عزيزي المشاهد ان دي خرافه ومش حقيقه؟ فلو عايز تعرف شويه خرافات عن جسم الانسان فالفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم دكتور ضياء الدين. النهارده اقول لكم شويه خرافات مصدقها الناس عن جسم الانسان ومن غير تضييع وقت يلا بينا. بيقول لك لو قصيت شعرك فكده هيطول بسرعه ويبقى تقيل. بيقول لك عزيزي المشاهد ان دي خرافه، وناس كتير مصدقه انك لو قصيت شعرك او اطراف شعرك فهو هيطول بسرعه، لكن الدراسات اثبتت ان قص الشعر ملوش علاقه بكثافه او نسبه نمو الشعر، عشان انت لما تقص شعرك بتقص الجزء الميت الخارجي من الشعر مش الجزء الحي اللي تحت الجلد، عشان كده فهي متاثرش على نسبه ونوع النمو. بس في الحقيقه ان الشعر المقصوص في العاده بيكون خشن، فحضرتك بتعتقد ان كده شعرك بقى اتقل. الخرافه الثانيه بتقول ان الانسان محتاج 8 ساعات من النوم في اليوم. هو النوم لـ8 ساعات مش حاجه وحشه، ممكن تكون المعلومه دي صالحه عند بعض البشر، لكن هي مش قاعده مطلوبة عند جميع البشر. بيقول لك كمان في دراسه اوروبيه اتعملت عن الناس اللي عندهم الجين المعروف باسم ABCC9، لقوا الناس دي ممكن يناموا عدد ساعات اقل بكتير من الناس العاديه. بيقول لك كمان لقوا نفس الجين ده موجود عند نوع في الدبان، والعلماء قدروا يتحكموا في مقدار وقت النوم عند الدبان ده بالتلاعب في الجين ده. فهل في المستقبل ممكن نشوف نوع من البشر بيناموا عدد ساعات اقل من الطبيعي؟ ممكن. الخرافه الثالثه بتقول انك لما تقرا في نور خفيف انت كده بتدمر عينيك. احب اقول لك ان القراءه في نور خفيف ما بتسببش اي ضرر كبير او دائم لعينك. ونخش بسرعه في الخرافه الرابعه اللي بتقول اعمل بيبي على لثه قنديل البحر هتخفف الالم بسرعه. احب اقول لك عزيزي المشاهد ان مادتين امونيا البول والكحول اللي موجودين في البول بيحفزوا الخلايا المتاثره باللثه على الاشتعال اكتر واكتر واكتر، فما صدقوش الكلام ده. الخرافه الخامسه بتقول حساب السعرات الحراريه اهم وسيله عشان اتحكم في وزني اثناء الرجيم، لكن الحقيقه ان الاكل الصحي ومتابعه الرجيم الصحي هو الصح، على الرغم من ان تقليل السعرات الحراريه في الاكل تعتبر وسيله فعاله في انقاذ الوزن، لكن مش دي العامل الوحيد. تحديد وزنك الحالي والوزن اللي عاوز توصل له والمحافظه على التوازن الغذائي والسعرات الحراريه اللي بنحرقها كل يوم وكذلك العضلات اللي بتبنيها عن طريق التمارين، كل العناصر اللي قلتها دي بتلعب دور مهم في التحكم. حتى بتقول عملية الأيض أو الميتابوليزم بتاع الجسم لو بطيئة هتسبب السمنة. في دراسة اتعملت على مجموعة من الأشخاص الرفيعين والتخان، ونتيجة الدراسة دي كانت مخالفة تماما للاعتقادات السبعة بتقول إن الجو لو برد فأنت كده هيجيلك أنفلونزا. مين فينا مامته ما قالتلوش البس جاكيت في الشتاء عشان ما يجيلكش برد؟ أحب أقولك إن الإصابة بالأنفلونزا ملوش علاقة بإن الجو برد أو شتاء أو حر، لكن المتسبب فيه هو فيروس الأنفلونزا، لكن في ناس كتير لحد دلوقتي مصدقة الكلام ده. الخرافة الثامنة بتقول إن الراس بتمرر أكبر كمية حرارة في جسم الإنسان. أحب أقول لك إن ارتفاع درجة الحرارة ما بتتكس عن راس الإنسان فقط، عشان كده فكرة إن نلبس أيس كاب عشان أخلي راسي دافية دي مجرد خرافة، وكانت أصلها دراسات عسكرية قديمة جدا، والدراسات أثبتت حديثا إن مفيش علاقة بين الراس وبين انخفاض درجة الحرارة. الخرافة التاسعة بتقول لو الواحد قرص تعبان فجر عليه بسرعة ومص مكان اللسع عشان يطلع السم. احب اقول لك ان من الغباء اننا نفكر ان مص السم ده بيؤدي اننا ننقذ البني ادم ده، لكن الصح اللي بتقول عليه منظمه الصليب الاحمر ان لو واحد قرص تعبان المفروض يعمل كالاتي: اول حاجه يغسل مكان اللسعه بالميه والصابون، تاني حاجه ما يحركش مكان اللسعه قدر الامكان، ويحاول يخلي السم بعيد عن القلب، وده بيتم عن طريق ايه؟ انك تربط الجزء الملسوع من اللسعه عشان تقلل سرعه وصولها للقلب. اخر حاجه لازم يكلم المستشفى عشان يحصل على المساعده الطبيه في اسرع وقت. اخر خرافه معانا في فيديو النهارده انك لو صحيت شخص ماشي وهو نايم فده يعتبر شيء خطير، وهنا العكس تماما، يعني انت لو ما صحيتش الشخص ده وهو ماشي اثناء نومه فده يعتبر شيء خطير، عشان هتكون صدمه ليهم انهم يصحوا في مكان غير مكان نومهم، وده ممكن يؤدي صدمه كبيره للشخص ده. وطبعا لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده لاي حد كان مصدق الخرافات دي. السلام عليكم.